أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بعد أن حدثنا القرآن الكريم عن جملة من الممنوعات والمحرمات والتي كان في طليعتها موضوع الزنا وموضوع القذف وغض البصر وإلى غير ذلك من الأمور التي كانت مقدمات، هناك عبرة من هذا، وهو أنه الله تعالى ما جعل شيء أو ما في شيء موجود في الحياة حرام إلا وأن هناك مقابلة شيء حلال، وهذا شيء واضح. فهناك كما أن الله أمر بالبيع وأحل الله البيع وحرم الربا، كذلك في المشروبات حرم الخمر وأحل عشرات بالمئات من العصير والأشياء الأخرى وهي متوفرة للإنسان، حرم الخنزير وجعل بديل له كل اللحوم الموجودة الآن، وما أكثر اللحوم الطيبة هي بديل للحرام، وحرم الزنا والسفاح وحلل الزواج والنكاح، وهذا شيء طبيعي. فلهذا حتى لا يقول قائل أنه الشريعة تحدد على الإنسان وتضيق على الإنسان، فإذا ما عندنا غير الحرام كما يظن البعض وهكذا يقولون. هنا في الآية الكريمة الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم، يعني زوجوا. الأيام جمع أيم، أيم هو الذي لا زوج له، الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها سواء كان أعزب أو متزوج، سموا أيم، يعني أرملة أرمل، هذا كل الذي لا زوجة له سموا أيم. فالله تعالى يأمر يقول هؤلاء الذين لا يعني لا زوجة لهم أو لا زوج لهم، لأن باللغة العربية يجوز أن نقول المرأة لها زوج والرجل أيضا له زوج، يصير هذا باللغة العربية، وهذا شيء طبيعي، وهذا شيء يعني لا يحتاج الإنسان يفكر به لأنه أمر فطري. إذن الإنسان الذي لا زوجة له سواء كان مرأة أو رجل يحتاج إلى شريكه الآخر، وهذا ينسجم مع قانون الفطرة التي الله تعالى جعلها في الخلق حتى يستمر النسل في الحياة وحتى يسكن الإنسان ويشعر بسكن روحي، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن نفسي وروحي واجتماعي. أيضا في هذه الآيات سنة قرآنية أولا وسنة نبوية ثانيا، فإن الزواج سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء في الحديث أنه يوم من الأيام خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الآخرة، فتعاهد مجموعة من الصحابة على أن يتركوا الدنيا، يعني كل واحد يأخذ له جانب، واحد يروح مثلا قال كما تقول الرواية، قال بعضهم أنا لا أنام الليل، الليل كله عبادة، ما دام الآخرة شغلة صعبة شغلة خطرة فإذا الليل كله عبادة. الثاني قال أنا لا أفطر بالنهار، السنة كلها صائم. زين. الثالث قال أنا لا أتزوج، حتى لو متزوج خلص ما عادش بعد يعني يتعاطى مع هذا الأمر. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما بلغه عن عثمان بن مضعون رضي الله عليه الصحابي، هذا كان من أخذ على نفسه أن لا يقرب النساء وزوجته، فأقبل النبي وسألها أنه صحيح هذا الشيء، فلم تريد أو لم ترد أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد أن تعطي بزوجها، قالت إن قال لك عثمان فهو صحيح، يعني ما يحدثك عنه فهو الصح. فصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم قال أنا أدري على أي شيء اتفقتم، أنتم جلستوا اتفقتوا كذا وكذا وكذا، ثم قالوا بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير. في بعض الناس يعمل أعمال يظن أنها دينية، يظن أنها مستحبة لكن هي غير مستحبة، هذا دليل شو؟ ماذا دليل الجهل، دليل الجهل، يعني
الآن كثير من الناس يمكن ولو ليس بالنسبة الكبيرة، ولكن كثير من بعض المذاهب والطوائف يحرمون مثلا الزواج، بل يرونه أنه شيء منبوذ مثل الرهبان وغير ذلك. هذا طبعا غير صحيح، خلاف سنة كل الأديان تدعو إلى الزواج، وليس من دين الإسلام ولا من دين عيسى أيضا الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يذكر بعض الأصدقاء يقول يوم من الأيام ذهبت إلى كنيسة في دمشق في الشام، وهي قديمة جدا، يعني من أيام الحواريين حسب ما يقولون، جدا مئات السنين صار لها، فلها يعني آثارها موجودة. يقول ذهبت إلى الكنيسة حتى أشوفها قديمة، لأنه فرأيت راهبة هناك ومعها تقريب 30 بنت شابة كلهم نفس الزي طبعا وترتيب وكذا. قلت لها ماذا يفعلن هذه الفتيات هنا؟ قالت في خدمة الكنيسة، يعني هم متفرغين إلى الكنيسة. قلت مثل ما يتزوج؟ قال لا ما يتزوجن هؤلاء، خلاص هذا شغلهم، هو يسوون الشموع والبخور إلى آخره، هذا شغلهم. قلت يقول سألت هذه الراهبة هل تحبين للناس اللي برا يفعلوا مثل هذا؟ قالت نعم. قلت أسألك بالمسيح عليك، بعيسى عليك، لو الناس كلهم سووا مثل ما هذه البنات يسووا كان بقت البشرية الآن، كان انقرض النسل، لو كل الفتيات يعني يولعوا الشموع والبخور وكذا، طيب ومين من يصير الأسر والعوائل من يصير؟ يقول سكتت، ليس عندها جواب، خلاف الفطرة. فطرة الله تعالى قائمة على أساس الزواج، وهذا شيء طبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال لهم إن لأنفسكم عليكم حقا، لأن بعضهم قالوا نحن لا نص مثلا لا ننام بالليل، بعضهم قال لا نأكل اللحوم إلى آخره. فقال لهم إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم، النبي صلى الله عليه وسلم أقوم يعني أقوم في الليل أصلي وأنام، يعني أجمع بين الراحة والعبادة زين، وأصوم وأفطر، يصوم الاثنين مثل والخميس، يصوم في 3 أيام في الشهر لكن أن يسحبها كل مرة واحدة خلاف هذا، وأصوم وأفطر وأكل اللحم والدسم. النبي ما كان يأكل خبز بس واحدة، وإذا سمعتوا أن النبي كان يأكل خبز فقط لأنه في ظروف معينة مر بها المسلمون، وإلا لا يحرم اللحم، بالعكس الإنسان يحب أن يأكل. وآتي النساء، وكان يتزوج يعني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنة النبي. أما واحد يقول ورد يوم من الأيام جاءوا لأحد الأئمة عليه السلام قيل أنه فلانة من النساء هذه متبتلة، قال ما معنى متبتلة؟ قالوا إنها لا تريد أن تتزوج. قال لو كان في هذا فضل لسبقتها إليه فاطمة عليه السلام، لو كان العزوبة فضل للإنسان كان فاطمة عليه السلام بقت عزباء، ولكن ليس في هذا فضل. فإذا القرآن الكريم يقول زوجوا وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني العزاب، ولهذا دعوة هذه للآباء بالذات، دعوة للآباء إلى أن يتحملوا مسؤولية أبنائهم وبناتهم أيضا. ليس عيب أن الإنسان إذا كان عنده بنت أو ابن، ليس عيب في هذا أنه يفكر ويهيئهم، ولا يقول أن قائل أنه الآن بعدهم صغار وبعدهم كذا وبعدهم بالدراسة، وهذا الكلام اللي نحن نسمعه دائما، لأنه الحديث يقول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك له ولد، طبعا ولد أو بنت، وعنده ما يزوجه فلم يزوجه فأحدث يعني سوى معصية فالإثم بينهما، يتقسم الذنب على الأب أو على الابن، لأنه ما عنده عذر. مرة واحد فقير كما ستبين الآية، لك بحث آخر، ولكن واحد عنده كل شيء والآن هذه موضة صايرة أنه عنده بيت مشتري بيت وعنده كذا لكنه ما يتزوج، ليش متزوج؟ يقول ما خلص متعود على العزوبة، يعني خصوصا إذا صار بالثلاثين بعد زين. فالقضية فيها عقبات ليس سهلة، نقول بعض الناس يقول ليش واحد الزواج، وين الزواج الآن؟ صعب وما في أمور في كذا في أشياء مادية، ولهذا القرآن الكريم يذكر هذه المسألة، يدري أنه في مشكلة مادية خاصة في الزمن، في مشكلة كبيرة اسمها عقبة المادة.
القرآن يريد يبين أنه الحياة الزوجية لا تقوم على أساس اللي الناس تعودوا عليه، تعودوا على الجمال وعلى المال وعلى الأمور الاعتبارية وأنه هذا من عائلة وإلى آخره. القرآن الكريم لا يعتبر هذه الأمور، نعم قد تكون مهمة ولكن ليست بالدرجة الأولى، يعتبر أهم شيء أنه الصلاح. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، صالحين من منكم من الأحرار، يعني في أحرار في عبيد قبل ذاك الزمن كان، والصالحين من عبادكم، طبعا أيضا الصالحات لأن هذا من باب يسموه التغليب، ما ذكر الصالحات باعتبار أنه للتغليب في اللغة العربية. أيضا حتى العبيد المملوكين ذاك الزمن يقول ساعدوهم على أن يتزوجوا، وإمائكم أيضا النساء المملوكات، ولأنه الإسلام لا يعتبر الفقر من العيوب، ليس هناك عيب اسمه الفقر. ذاك الشاعر الذي يعير الإمام علي عليه السلام يعيره، يقول عن زوجتها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، هذا الشاعر يرد عليه الشاعر عن الشاعر الشيعي، يقول وقلت أن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني، وهي التي في غد في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور خرد عيني. لا عيب الإمام علي عليه السلام جاء وتزوج، وقد تقول الزمن اختلف، نعم اختلف الزمن، لكن أنا أتكلم بالمبدأ، نحن لا نقول كل واحد يشيل بنته يعطيها أي واحد، إنسان ما عنده شغل ما عنده مهنة ما عنده همة، لا هذا غير صحيح طبعا، لا لازم يكون في بعض الأمور موجودة. لكن في ناس يخافوا من هذه النقطة، يخافوا، الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، نعم والله واسع عليم، الله تعالى لا تضيق عليه شيء، خزائنه مفتوحة لعباده. والآن ملايين من الناس، مو آلاف، ملايين من الناس في العالم يتزوجون ويعيشون ويكونوا سعداء وليس عندهم قوت ثاني يوم، مو قوت يوم يعني قوت بعد أسبوع أو بعد كذا، قوت ثاني يوم ما عندهم، لكن عايشين، قد تقول عايشين بالإشحار كما يقول البعض، ليس كلهم أبدا. وكثير من الناس عنده قوت مال سنة ومال 10 سنوات وهو غير سعيد، هذا موجود أيضا. فإذا ليس قضية الغنى والكذا هي مسألة أساسية في هذا الموضوع. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم ترضون دينه، هاي أول شيء، وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا يؤكد على أن الإنسان لا يتطرق على هذه المسألة. ويقول أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم من ترك التزويج مخافة العيلة يعني الفقر فقد أساء الظن بالله. نعم واحد يقول أنا أدور شغل كذا أخلص دراستي شيء جيد، لكن خوفه من الزواج بسبب الفقر هذا يسيء الظن بالله تعالى، لأن الله تعالى أبوابه واسعة لعباده. ولا يعني أنه الإنسان لأنه عندنا في الروايات يستحب للإنسان أن يتزوج إذا كان بحاجة، وحتى لو كان فقيرا لأن الله وعده أن يكونوا فقراء يغنيهم الله، لكن لا يظن الإنسان أنه الله تعالى يغني يعني بس يتزوج يصير مليونير، لا هذا ما موجود. قد يصير مديونير أول مرة بعدين يصير شوي شوي، أول مرة يدين فيصير مديونير مو مليونير، بعدين شوي شوي يصير عنده من الأموال، ثم ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي رأسا. يعني واحد يتزوج أول يوم يصير مثلا واحد صار 30 سنة يفكر والله لازم عنده فيلا وعنده كذا، صحيح هذا. أو واحد جاي يتزوج عنده طالب بعده جديد يريد يصير مثل تاجر رئيس شركة مثلا، فأربع سيارات من الدرايف واي عنده، غير مقبول هذا. فيبدأ الإنسان تدريجيا كما بدأ آباؤنا وبدأ كل الناس، هاي سنة الحياة، يبدأ بسيط يمكن الدين يمكن كذا إلى أن يصل إلى مستوى بعد الجهد والتعب. فالرزق من الله تعالى مضمون إلا لكن بشرط، أيضا شرط الجهد. ثم نذكر مسألة الكفاءة. الكفاءة مسألة بعض الناس يقول هذا ما يناسبني وهذا ما مش خرجنا وهذا كذا، هذه المسألة بعضهم قال أنه هي صلاحية الإنسان للزواج، أن يكون مؤهل صالح للزواج وأن يكون في سن مقبولة. لا نقول أنه بالإسلام ما عندنا سن معين للزواج، واحد يقول هذا 30 سنة صار لازم يتزوج، لا مو لازم، يمكن 40 سنة بعده
كما يقولون بيبي. نعم، وفي ناس عمره 15 سنة وهو رجل، وفيما يقول مصري سيد الرجالة، رجل يدير عائلة كاملة. قضية ما دخلها بالعمر كما حددوه في القانون الوضعي هنا، إنه لازم كذا ولازم كذا. فإذا الإنسان الناضج، الإنسان القدير الذي عنده قدرة فعلية أن يتحمل مسؤولية وأن يقود امرأة، هذا يكون مؤهل للزواج. أما يجي الإنسان أنه يقول يعني هذا الشاب خلص جامعة ما نقول يتزوج، يعني هذا شيء مثل عملية طبيعية، ليس هذا شرط يخلص، هي مو قضية مراحل، يعني مثل ما يقولون بيولوجية طبيعية. إنسان مثل ما صار عمره مثلا 15 سنة صار مثل بالغ، صار عمره كذا 20 سنة صار كذا، ليس القضية بهذا الشكل. يمكن واحد 20 سنة لكن جالس ببيته وما يعرف شيء، أبدا ما يعرف شيء، لا يعرف شيء من الحياة أصلا. لا يمكن لهذا الإنسان أن يسلم بنته إلى هكذا إنسان، أو يسلم ابنه لبنت تخلص الجامعة ولا تفقه شيء من الحياة إطلاقا، لا تعرف شيء إلا الكتب. زين، هذه كيف تدير تربي أولاد؟ كيف تربي أبناء؟ كيف تدير أسرة؟ تبني بناء الأسرة مو شيء سهل. الآن في حياتنا اليوم مع الأسف أقل شيء واحد يريد يروح يصيد يقدم على ماذا؟ بيرميت، يأخذ له قارب بوت، يأخذ يصيد سمك مثلا، يريد له ماذا؟ رخصة. مو كل واحد يفيده سياقة، يقود سيارة لابد عنده إجازة، بس شيء واحد ما عنده الإجازة الزواج. الناس رأسين يتزوج، ثاني يوم يتزوج، والله كيف الزواج ما يدرون، كيف راح يدير هذا؟ يقود امرأة، يقود عائلة، يقود كذا، وهو لا يعي شيء، لا يجهل كل شيء عن هذه الأمور. هذا كارثة، وأكبر كارثة، وذكرت هذا من قبل، لأنه قضية مو قضية إنجاب بس، الإنجاب غير التربية. أن يكون الإنسان منجب، واحد يخلف، يعني هذا كل البشرية تخلف. الآن كل البشر والحشر أيضا فيما يقولون اللبسين تخلف أيضا، وأكثر من الإنسان. ولكن تعال بعدين إذا خلف هذا كيف راح أربيهم؟ إما أن ينتج أبناء صالحين إذا عنده معرفة، وإذا ما عنده معرفة وحقك حتى لو يحمل أعلى الشهادات، أعلى الشهادات. وأنا رأيت بعيني كثير من الناس إذا دخلت البيت تخجل على الضحالة اللي عنده، ما يعرف أبسط أمور التربية يجهلها. هذا لابد الإنسان يأخذ له لايسن قبل ما يتزوج. نعم، يأخذ له دورة، يأخذ له كورس، يتعلم، يسأل. هي القضية مو إنه المرأة مش نعجة يجيبها للبيت وخلاها بخلص فقط. المرأة إنسان، كيف يقود الإنسان سيارة يريد له دورة ويأخذ له كذا، أن يقود امرأة ومدى الحياة، مدى الحياة يعني بدون معرفة بدون علم، هذا إسفاف وهذا استهتار وهذا استهزاء بقيمة الإنسان سواء مرأة أو رجل. لكن مع ذلك كل الناس سووه عادي، يعني جدا عادي. الإمام الصادق عليه السلام يقول لهذا التشجيع على هذا المسألة، ولابد أن يكون الإنسان ينتبه، يقول أربع ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا. في الحديث: من زوج عزبا كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني الله تعالى ينظر إلى برحمته طبعا، ليس بالنظر المادي. والإمام علي عليه السلام جعله من أفضل الشفاعات، إنسان يقوم بشفاعة، يقول أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح، في زواج، تجمع بيناتهم وتقرب الأمور. طبعا ومن أكبر الآثام والذنوب أن تفرق بين اثنين أيضا بالمقابل. في ناس يحب يفرق، إنه يدخل يجيب ينقل كلمة منا وينقل كلمة منا، كذا يخرب الأسر والعياذ بالله. على كل حال، الكفاءة في عند مذهب البيت شيء، مثلا نحن عندنا الإسلام يكفي مسلم كفء المسلمة، سواء كان من مذهب آخر وكذا، إلا في حال الفقهاء يقولون إذا كان الإنسان يخشى على ابنته من أن مثلا إذا كان الشخص افترض يؤثر على عقيدتها وعلى مذهبها، هذا في كراهة في هذا المجال. ولا نتكلم عن الناصبي، الناصبي طبعا لا يجوز لأنه هذا خارج معروف. الكفاءة المماثلة، أن يكون الإنسان مثل ونظير للآخر. عندنا احنا كما ذكرت المسلم كفء المسلمة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أعطانا دروس، زوج بعض الأشخاص
وكان يقول أريد أن زوجت ضباعة بنت عبد المطلب للمقداد حتى تتضح المناكح، حتى لا يصير القضية أنه هذا من طبقة وهذا من طبقة. وأيضا في قضية جويبر مثلا يذكرها المؤرخين والمفسرين مذكورة في هذا المجال، أن يكون في الإمام عن حديث المصادر عليه السلام يقول في حديث أن الكفاءة أن يكون عنده يسار، يعني عنده قدرة، مو أنه إنسان مثلا ما عنده أي شيء، أن يكون عنده يسار وأن يكون عفيفا، إنسان عفيف، فهذا يعتبر كفو المسلم، كفو المسلمة. وعند أبناء العامة، عند أخواننا السنة، في بعض الشروط حقيقة الإنسان يعجب منها، عندهم قضية الكفاءة مثلا من الأمور اللي ذكروها، ذكروا قضية النسب، قالوا مثلا بعض الأحناف الحنفية قالوا أنه مثلا العربي ما يصير ينظر إلى واحد أعجمي، أعجمي يعني غير عربي، لأن هذا مو كفر، العربي كفر العربي، العربي أيضا العادي ليس كفر لقريش، قريش هي يعتبروها قمة العرب، شوف حتى الأمور دخلت في الفقه أيضا. أيضا اعتبروا، وهو شيء غريب، بعض فقهاء المذاهب الأخرى اعتبروا أنه المهنة تلعب دور في الكفاءة، يعني اللي يشتغل مثلا خباز مثلا، وواحد دكتور مثلا، يجي ابن مثلا الدكتور مثلا، ما يصير هذا ياخذ من هذا، هذا ما في تناسب بيناتهم مثلا، مع العلم لا فرق انه هذا انسان وهذا انسان، وهذا مسلم وهذا مسلم، فاعتبروا انه المهنه تلعب دور، وهم صنفوا بعض المهن بانها اصناف وضيعه، يعني اعتبروا مثلا الحياكه قبل كانت الحياكه والى اخره والحجامه، يعتبروها مهن وضيعة، وحتى يعتبرون أنه صاحبها لا عدالة له، وهذا غريبة، يعني أنه اللي يشتغل هالشغلات هذه إنسان مو عادل أصلا. أيضا اعتبر كما عن أبي حنيفة وابن حنبل وغيرهم، اعتبروا أنه اليسار شيء ضروري، أنه الغنى، اللي ما عنده غنى هذا لا يعتبر كفر، واحد غني أو مثل فقير إجا إلى عائلة ثرية لا يعطى، ما لازم يطرق الباب أصلا، فهذا لا يستحق، لأنه يعتبرون الناس يعتبرون أنه هذا السمعة والكذا شيء مهم. طبعا لسنا في هذا المقام، الروايات أشارت إلى أنه بشكل عام أنه الإنسان مسلم كفء المسلمة، ولا حاجة إلى أنه الإنسان يدقق في كثير من الأمور التي نراها اليوم في زماننا. اليوم في اعتبارات كثيرة وهي عرف من الأعراف التي لا، يعني لا يعترف بها الإسلام إطلاقا، كثير من الأعراف دخلت على الموضوع الزواج، قضية مثلا في بعض الأشعار عندنا في العراق، قضية أن ينهى الإنسان نهوة، أنه واحدة عنده بنت عم لا يحق لها أن تتزوج أحد إلا ابن عمها، أنه سيد ما ينطي إلا إلى مثلا من السادة، هذا غير موجود أصلا، يعني يقول هذا كفؤ لهذه، وهكذا من الأمور التي ضيقت الدائرة بعكس ما هي تعاليم الإسلام، وسعت الأمور، جعلت الإسلام دين سعة ودين رحمة، إذا هذا ما ينطق إلا مثلا من جماعته ومن منطقته ومن كذا، ونحن لا ندعو إلى في هذا يعني المجال، لا ندعو إلى الزواج المختلط الذي لا يكون مدروس. الزواج المختلط يعني الإنسان يأخذ من غير ملته، يعني مو غير، يعني غير مسلمة، لا مسلمة لكن غيره، مثل واحد افترض مغربي يأخذ مثل واحد من فلسطين، من لبنان، من مكان آخر، هذا يسموه مختلط. الآن هذا موجود شائع، هذا الشيء ليس منهي عنه، ما دام انسان مسلم ومتوفر به الشروط لا باس به، لكن ان يكون مدروسا، ان يكون ايضا، لانه هذه الامور سوف تبقى الى مدى الحياه، مو قضيه انه يوما او ثلاث ايام والانسان يقول يلا خل نمشيها الان وبعدين سوف يدفعون الثمن. الامام الصادق عليه السلام يقول في حديث الرزق مع النساء والعيال كما ذكرنا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كثير من الناس، بعض الحديث تقول جاء بعض الناس إلى النبي قال يا رسول الله أني افتقرت، فقال له اذهب وتزوج. طبعا مو معنى كل مرة يتزوج، يعني قد يكون النبي يعرف أنه هذا الإنسان عنده همة، لكن إذا وحده في بعض العزاب ما دام لحاله ما يشتغل، بس يصير مسؤول وعنده عائلة ويفتح بيت ودفعات، لا يطلع من الصبح للشغل، بدل ما يقضيها نوم إلى الظهار كما يقولون، يخرج صباحا لأنه يصير مسؤول. والزواج، وهذا جانب طبيعي، من قد يقول واحد أنه إحنا واحد تزوج وما جاء شيء، ما جاءت أموال، الجانب الطبيعي أنه الإنسان يهيئ
للزواج، يعني يشتغل يعمل يثابر، فالله يرزقه. وأيضا لا ينسى الجانب الغيبي، الله تعالى رحمته واسعة، والله تعالى وعد المؤمنين بالرزق، ولهذا أمرهم بأنه يعتمدوا عليه. بعدما يهيئ مثل الآن الفلاح الآن لما يزرع وينثر البذور وينتظر المطر، تمام؟ وقد ينزل المطر وقد لا ينزل، قد لا ينزل المطر. اللي عليه أن يهيئ، لا يقول أنه من أول مرة والله لهالسنة مبين ما في مطر فإذا ما أبذر البذور، لا، يبذر والبقية على رب العالمين. والله تعالى لا يضيع عمل الإنسان، دعاء الإنسان اللي يتكل على الله تعالى وعنده ثقة بالله تعالى. وكثير أنا أعرف كثير، كل واحد منا يعرف كثير من الناس اللي تزوجوا وكانوا في ضنك وكانوا في ضيق مادي، ولكن الله فتح عليهم. كيف؟ هم لا يعرفون. هي لا، يعني أنت وجدت شغل في مكان محترم تصور أنه بشهادتك وجدته؟ لا، ليس بشهادتك ولا بكفاءتك ولا لأن عندك لغة. كثير من الناس ما عنده لغة وعايش في البلد هذا وأحسن من اللي عندهم لغة، كثير من الناس. هذا رزق الله تعالى، الله هي له الأسباب. فالإنسان مثل ما يثابر ويعني يبذل طاقته، عليه أن يعتمد على رب العالمين من جهة أخرى، ولا يفكر تفكير كل واحد زائد واحد يساوي اثنين دائما. الدنيا مو كلها ماديات، الدنيا فيها نفحة من روح الله تعالى. كل الكون قائم على بإرادة الله تعالى، بأمره كن فيكون. الله يقدر يستطيع الإنسان هذا الفقير الذي ليس عنده شيء، الذي كان مشردا وعازبا، يفتح له بيت بعدين. وإذا هذا الإنسان عنده أسرة كبيرة، وإذا عنده عائلة وعشيرة صارت، من أين؟ من قدرته الشخصية؟ لا، الله تعالى هو الذي أعطاه والذي أفاض عليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نستمع القول فنتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.